السمرة البدوية من الفنون التي تشتهر بها تهامة عسير. وتعد السمرة من فنون السمر، كما تسمى أيضا في بعض المناطق بالربخة، ولها أشكال وألحان متعددة، منها الجبلية والمثلوثة والبدوية. تؤدى السمرة الجبلية والبدوية في صفين متقابلين، تسير بشكل جانبي في اتجاه عقارب الساعة، وتميزها الكسرة التي يؤديها الصف. تمتاز السمرة بألحانها ولهجة المؤدين لها. ويضاف في البدوية حرف الواو بنهاية البيت في أغلب ألحانها. كما يصاحبها المزمار بعزف منفرد يقوم به من تمرس على أدائه. وتعد الجبلية أسرع أنواع السمرة أداء ولحنا. المولش مصطلح يطلق في السمرة على من يصدر أصواتا لتحفيز الناس على اللعب في السمرة. ويسمى صوته بالتوليش. قديما كانت تؤدى السمرة بالاشتراك بين الرجال والنساء، وحاليا أصبحت للرجال في مناسباتهم وتجمعاتهم.